ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ أحمد إمبابي، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإفريقية بروزا اليوسف. مرحبا بك معنا سيد إمبابي. طبعا مجالات مثل الطب والتعليم، السكن وأيضا العلاج، كلها تأثرت بطبيعة الحال بشدة وقسوة النزاع المستمر في السودان منذ أكثر من عام. إلى أي مدى تعتقد أن بإمكان المنظمات الإنسانية والإغاثية المختلفة سواء الأممية أو حتى الإقليمية أن تخفف من وطأة هذه الأعباء الآن؟ نعم، بالتأكيد هناك تأثيرات كثيرة جدا على الحياة داخل السودان والخدمات والمرافق داخل السودان بسبب استمرار الحرب الداخلية على مدى أكثر من 15 شهر حتى الآن، وامتداد رقعة الصراع داخل أو النزاعات العسكرية أو العمليات العسكرية داخل السودان اللي تمتد إلى ولايات عديدة ومدن عديدة داخل السودان، أكثر من أو تقارب حوالي 80% من أراضي السودان حتى الآن. ومن إحدى أبرز هذه الصور هو خروج عدد كبير جدا من المرافق الصحية من الخدمة، وأيضا توقف الدراسة في مدن كثيرة. يمكن لعل من أبرز الأثار على العملية التعليمية هو حتى الآن لم تجرى امتحانات شهادة الثانوية السودانية حتى الآن بسبب تداعيات هذه الحرب. ويمكن هناك أيضا مدارس سودانية في دول الجوار منها مصر مثلا التي تستقبل مئات الطلاب السودانيين والذين في انتظار حتى الآن إجراء الامتحانات الخاصة بشهادة الثانوية حتى الآن. وهذا ما يعكس أو إحدى آثار الحرب على الحياة أو الخدمات الأساسية أو المرافق الأساسية الخاصة بالسودانيين سواء في الداخل أو في الخارج. أيضا فيما يتعلق بخروج المرافق الصحية، نحن نتحدث هناك تقديرات من الحكومة السودانية بحوالي 70 أو 80% من المرافق الصحية في المدن والولايات التي شهدت عمليات عسكرية خرجت من خدمة تماما. وإحدى أبرز الإشكاليات أو الأزمات أو الاحتياجات التي يواجهها المتضررين من هذه الحرب هو غياب الخدمات الصحية اللازمة أو الدعم الدوائي اللازم لهم سواء للفارين من هذه الحرب داخل السودان أو الفارين خارجها في دول الجوار. وبالتالي هي مشاهد عديدة على المستوى الأممي ومستوى المنظمات الدولية والأممية. بالتأكيد هناك نداءات كثيرة جدا من المنظمات الأممية ومنظمة الصحة العالمية ومن اليونسكو بسبب تداعيات أو فاتورة هذه الحرب التي تصنف باعتبار الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم في هذا التوقيت نظرا للأرقام المفزعة للمتضررين من هذه الحرب حتى الآن. وبالتالي يمكن هناك نداءات عديدة من هذه المنظمات الدولية والأممية والإقليمية بالتدخل أو تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه المأساة أو هذه الكارثة على الشعب السوداني وعلى المتضررين من هذه الحرب. يتبقى فقط أن يكون هناك استجابة لهذه النداءات من طرفي الحرب ومن أيضا من المجتمع الدولي بتكثيف الجهود وتعهدات المجتمع الدولي. يمكن كانت هناك مؤتمرات دولية لإغاثة السودان أبرزها مؤتمر جنيف في جنيف ومؤتمر باريس كان آخره مؤتمر باريس في إبريل الماضي. هذه المؤتمرات قدمت تعهدات بتمويلات خاصة بإغاثة السودانيين أو بإغاثة المتضررين من الحرب في السودان، ولكن هذه التعهدات هناك فجوة تمويلية تقارب 75% من الاحتياجات المطلوبة لإغاثة المتضررين من هذه الحرب خصوصا في داخل السودان. وبالتالي يجب أن يكون هناك إرادة حقيقية من المجتمع الدولي وتكثيف للجهود من أجل وقف هذه الكارثة. نعم، أيضا البعثة المتعلقة بتقصي الحقائق التي ذهبت إلى السودان، هذه البعثة الأممية سيد إمبابي، قالت أنها وثقت أنماطا مفزعة من انتهاكات حقوق الإنسان، أمرا يبدو متوقعا طبعا في ظل استمرار هذا النوع من النزاعات، قسوة هذا النزاع أيضا بالتحديد. ما المفترض أن يتم بعد ذلك بعد عملية التوثيق؟ ما المفترض أن تتم والإجراءات التي تقوم بها هذه البعثة بعد انتهاء مهمتها؟ بالتأكيد اتهامات انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم حتى الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي اتهامات حاضرة منذ اندلاع هذه الحرب في داخل السودان، وتحديدا اتهامات توجه من قبل الجيش السوداني إلى الطرف الآخر من وهي موجودة أيضا منذ عقود، حتى في نزاعات أخرى نشبت في السودان قبل عقود، وهذا الوضع المتردي لحقوق الإنسان موجود مع الأسف. بالتأكيد مشهد هو حاضر في النزاعات المسلحة داخل السودان
كان حاضرا حتى في الانتهاكات او في الحرب الدائره ما بين الحكومه المركزيه وجنوب السودان والتي امتدت الى 20 عاما وراح ضحيتها حوالي 4 ملايين مواطن. ايضا نفس المشهد كان تكرر في الحرب في دارفور بدايه من 2003. كان هذا من احدى ابرز الاتهامات التي وجهت الى الحكومه المركزيه في السودان، وبل ان الجنائيه الدوليه حركت دعاوى لمحاكمة مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم الرئيس السابق عمر البشير وعدد من قادة نظام حكم في هذا التوقيت بسبب انتهاكات الحرب والانتهاكات ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور. نفس المشهد يتكرر أيضا مع الحرب الدائرة حاليا منذ أبريل العام الماضي حتى الآن. هي اتهامات موجهة من وتحديدا من الجيش السوداني إلى عناصر الدعم السريع، وتابعنا عديد من الفيديوهات التي توثق بعض هذه الانتهاكات، انتهاكات السلب، انتهاكات النهب، انتهاكات بحق النساء والأطفال والقتل العمد، أيضا نهب الممتلكات، وبالتالي هي انتهاكات موثقة. ولعل البعثات الأممية أو مكاتب التحقيق الأممية المختصة بحقوق الإنسان استمعت لشهادات من المتضررين من هذه الحرب، خصوصا من النازحين في دول الجوار. أنا في تقديري أن من إحدى أبرز المطالب التي يطالب بها الجيش السوداني حاليا هو محاكمة ومحاسبة من ارتكب هذه الجرائم. يعني إحدى المطالب الأساسية والتي قد تكون من المطالب الأساسية قبل الجلوس على مائدة التفاوض حاليا هي أن يكون هناك محاسبة لعناصر الدعم السريع والمسؤولين عن الدعم السريع بسبب الجرائم التي ارتكبت في حق الآلاف بداخل السودان. أنا في تقديري أن عدد المتضررين وعدد ضحايا هذه الحرب لا يوجد إحصاء دقيق. أنا أعتقد أن ضحايا هذه الحرب الأعداد تفوق الأعداد المعلنة حاليا، لأنه لا يوجد آلية حقيقية أو دقيقة لرصد عدد الضحايا أو تقديم إحصاءات دقيقة بالضحايا. هناك ضحايا يموتون بسبب عمليات الفرار الغير آمنة داخل السودان. هناك أيضا نحن مقبلين على موسم الأمطار في السودان وتحديدا في ولايات عديدة في السودان، وهذه من إحدى الإشكالات التي ستواجه المتضررين من هذه الحرب، وخصوصا الذين يقيمون في مخيمات إيواء. فبالتالي يجب أن يكون هناك تحرك عاجل من المنظمات الإغاثية والمنظمات الدولية بإنقاذ المتضررين والتدخل لإنقاذ المتضررين من هذه الحرب. أعتقد أن بعض المسؤولين في الحكومة أو بعض الحكومة المركزية ستحرك دعاوى ضد الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في السودان، ولكن يعني ربما المنظمات الدولية تحتاج إلى مزيد من العمل من أجل توثيق أكبر للجرائم التي ارتكبت داخل السودان في هذه الحرب.